عنابة حلابة أكي عنابة أخدمه تعن أزمة أزمة يكونها بيطان مشكلة ما لا في يدخلوا في الخدمة في البلاد الموفان بيكل هي عيت له أوروبا هاوس هذي نجيب مباراة بوساحة فرق لهنا مرات بوساحة نجيبك لهنا تفلع تعمل شوية زراعة لهنا وين راح يزرعك الدنيا كاملة بيطان هنا بيطان كانت طبيعة أخي قلت أكبر جامعة في هانوفر هاي هاي نمشي أول موضوع هروة أهدر سبيطار اسمه أم ها ها أكبر أم ها ها أكبر سبيطار في الأوروب كاملة أم ها ها سمعت المورا يا عيد بالك هني طلعنا تو هكا شوف هذه نروحوا هاي قلت لها من البرد لازم لهم البلابي ولازم لهم لهنا الدبارة وحمص بالزيت حار وحمص بالزيت يعودوا يجنيو ولوبيا بالكنز والهلقمة والكفتاش لازم لهم لهنا لا والو تشوف البرد كي ماكو الناس ياكلوا غير زوز خطرات ومرة بلاد زي ياكلوا سبع خطرات قلت لهم بالبرد بالكالت بحاجة باردة هاو تاع ليفريزون في البسكليت يخدموا لهنا هاي نبوجيو ولدي كملنا الفيديو صاي لهنا انا طلعنا هاي من هنا هاي هاوك هاوك يا مولاد ام ها ها ام ها ها تعرفها ام ها ها ميديتسين شهوخ هانوفر ام ها ها باش تتعلمها فهمت سكريش دويتش جود شو ان دويتش يا فيدو دو كم جود دويتش دويتش سلمنا على ناصر برك احكي في الالمانيه ها هاي لا حكيت لك قالت قول اه خاطي معي شاربه قول اه اه هو كل اسمه وين او بلو هاوس بلو هاوس يا هو دكا البيك لكم دور كامل لهنا غير اللي كيشافت غير اللي ماغازان هنا عندنا الحوانت والسكان الناس ما تلقطش يبني لك كاس 20 ايطاج وحوانت ما كاينش كل حوانت لهنا لا تستقبل اش من طلبيه انا اسف ما كاينش سكان هنا هنا ما كاينش سكان ما كاينش سكان هنا هنا سكان ما كاينش الناس ما كاينش سكان فما وين تما وين تشوف ما في وين تشوف فيهم تما وين ما كاينش اخا في توارك هذا مراد نطلع هنا مراد ارواح بركه ارواح مراد 50% حتى هما خويا احنا دابا نقدموا باش عليكم الوقت كل المرات كل المرات هنا تصور عادي هنا نورمال تصور جات واحد هاي هلا غود مورغان غود طاكي قلت حيشتو قلت الابنت هذا مرتي واخوها وولدها ولازم لها البلابي خويا بالجلابيه قول لي برك مع البرد هذا قول لي الحانوت لها الراس هنا بلا تاع كواغط الالمان دخلتني الحانوت ماشي همج كيما فرنسا الخليان هنا شوف ها لازم لك راسك تخدم بها هنا وتكون عاقل يا تفهم كيما يقول لك الرجل المناسب في المكان المناسب ناس قريين هنا فاهم هنا لا يتعدى عليك لا تتعدى عليك اول حاجه تتعلم اللغه وثاني حاجه لازمك دير ديبلوم اوس بلدونغ باش تعيش حياتك خاطر تبقى سوسيال هنا عندهم انا ما عبالهمش بها هذيك حاجه واحده اخرى باش ما نطيحوش البلدان في فرنسا ولا كاين فرنسا تانا ملاح همج تحت مورا ما تجي كيما الالمان مستحيل فهم الانجليز والله ما تجي كيما انا الانجليز نتاعك يا المانيا والله العظيم نجيب لك المانيا اسمع اوروبا كله صح بصح غربتها ديالها خير من امريكا ب 10 مرات الستريس اللي فيها يعلم به غير ربي الناس هذوما اللي قاعدين يدوروا درك كي عاد راس العام راح عندهم هما الله نوالي صح صح اللي عنده فلوس باش راس العام توك من بعد قلت البرايس كلها مش تبدل روعه الشباك كله والله ها ما انا حبيت نشري ما عنديش انا حبيت ناخذ كلار ماكس يا اخوي ما عنديش
جيت انا راني جيت معاك والله راني جيت وين نشوفش من جاسبل عاد يقول انا نعرف الوقت هذا اي زهره ها هنا زهره زهره والله تكبر نجونا نهار الثلاثاء نشوفوا ان شاء الله نروحوا منا هاي حالي ما لقيتك والله مش حالي 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 في حكايات ساعة ساعة يوم نضحكوا باش يشوفوا تاع البلاد وين كسر الغربة تبقى تحكي لغة الانجليز وفرنسا واحد الله مع بالك لازم نستمتع ونقطع هنا باش نسرق وقاها وعشينا مدائرين ظهري يلا وليت نحس شبيه معك يا ودي مفير راح طيره لي ما عدو فيه تنسى ظهرك تمشي قول تمشي معك كنت تمشي 1 كيلومتر تنسي ما شاء الله تمشي راح الحكاية مالا فهل مبات اليوم اه مشي يمشي بل قلت لك رجليك تلقى راح في تطاوين هذا هو اللي عنده يسوى فور طبي دي لا نقص كده بسم بالله 70% و80 هك تعرف تمشي دقيقه ندخل 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 خويا كان خلف خلف وانا لا سكروا سكروا راكم مسكرين معنا حتى كبيره محلول والله محلول احنا غبيت لها مطريق ما يخدمش يخدم مطريق محمد حابين يطلعوا للقمر قول لي يا طريق ما يخدمش يخدمها في البلاد والله تونس صباع عجبتني عايكين بلايص والله يخدموا والله عجبوني باللي بافي هذا ما هام لي كاريات مقروضة هي كعبة بقلاوة هنا ها كعبة بقلاوة عندنا في تونس رحت عندنا في تونس رحت المنسيين خدموا ام يخدموا في الواحد تاعهم بهذا اوه ما شاء الله شوف قمرت انت سيدي بسعيد قمرت سيتو قمرت مخدومة مخدومة اقل حاجة الشعب وش يطلب مسكين باش يمشي فوق الوش ولكن لا مضيعيننا مضيعيننا هكذا يشكروا يا خويا هم تزيروا يقولوا تزاير تزاير وما تزاير وما تزاير أحسن من أحسن من المغرب وأحسن من تونس وأحسن من ليبيا وأحسن من عشان أنا أحكي على الخدمة أخويا تكون مخدومة يقول لك أحسن مني أنا أحكي على الخدمة تقول الخدمة يعطوا في الشوماج عندكم في تزاير الواحد يأخذ في سنكسورو شكون يقول لك سنكسورو هذا هو يحكوا شكون يقول لك 500 يهدروا تزيري يهدروا يا ربي بالك يا احنا في المغرب ما عندناش يا خويا احنا 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 في المغاربه ما عندناش احنا ما تقولش المره قلت لا في المغرب ما عندناش احنا يا انت يا ربي بالك الزملاين الزملاين يا ربي في يعني ايكيفالون لا بانك سنترال تاع الجزائر نقولوا احنا 130 يورو مي على برا يا ربي 70 اورو 80 اورو مش المهم مش اي واحد عطين لي جان 28 عام 40 عام المهم هم يعطوه مده معينه والله حكايته دم ما نورمالمون كاين تلقى لي واحد عنده 60 سنه مسكين بير دو فامي دور ما يدخل له الله تغير هادي سي مالورو عبد الله فما حتى بلاد عربيه القصة بيناتنا بلادنا مقسمينها تلقاهم ابناء المجاهدين والشهداء كل عندهم منحه لا فان دي موا والاخرين حتى الاخرين جاهدوا نورمالمون عندهم حق اخوان ثم هذاك مجاهد اوكي وشاهد معاك ولاد شهداء حتى من حمل صغيره ما عندهمش يديو يا يمد الكل يا ما تمدش يا خويا يا خويا اعطي كل انس كل كل دار كل دار مد لها يا خويا 150 يورو احكي لي على المانيا هنا في القانون تاع تاع المساعدات تاع المساعدات في المان تخدم في المان نحكي لك عندك ما عندكش نكلمك انا في المانيا نحكي لك خوك مصدر معناتها مصدر موثوق مصدر صحيح معناتها باه يا خويا في المانيا تجي لألمانيا ما عندكش أوراق أنسى ألمانيا أودي تبدأ تعيش في الألمان تعيش فيها ألمانيا وعندك فيها أوراقك تخدم حقك ما يذيعكش معناتها ما يذيعش حقك تاخذ شهرتك ولا باس وحقك ما يذيعش ولكن كي تبدأ ما تخدمش تاخذ الشوماج شنو هو الشوماج؟ يخلصوا لك الاستوديو نتاعك دارك يخلصوا لك الماء الماء يخلصوا لك الغاز ويعطوك الشوماج تخلص منه الضوء فهمتني ولا ويخلص ولا سيرونس نتاعك انت يا سيرونسي في اي في اي طبيب الداوي في اي سبيطار الداوي فهمني تمرض تطلب حتى طبيب يجيك للدار 90 مينوت معناتها 10 دقائق يجيك للدار يجيك للدار يجيك للدار خويا يلقاك البوليس
يلقاك البوليس مني ولا طايح سكران ولا مريض يجيب لك الامبولانس يهزك للسبيطار غراتوي ومعناتها معناتها يعاملوك معامله باهيه ولكن ما فماش شي حاجه غراتوي ولكن تهزك الامبولانس انت بتبيعتك اسيرونسي خويا انت بتبيعتك اسيرونسي انت في المانيا عندك اوراق اسيرونسي يهزوك مش غراتوي مو عندك كارت انت الكارت هذيك الدوله تخلص عليك في الاسيرونس الدوله مش انت تخلص الدوله ذيك تعطيها انت كي يشدوا يلقاوك في الارض طايح مريض سكران مانيش عارف ربي بعد علينا يا خويا الناس تشرب الخمر وحش ولكن يدوك خويا صحيح برك مراد دوك انت البطاله تاعك من حتى على السوسيال هذيك مي يخليوك اسكو يخليوك ترونكيل اسكو يعيطوك باش تعمل فورماسيون والله يقريوك. انت ولا انت ولا فما اللي يعيطوا له ديما يعيطوا له معناتها قداش المره يعيطوا له حتى كل شهر يعيطوا له وفما عباد تقعد ب 10 سنين وب 20 سنه ما يعيطوا لهاش هي وزاره الله ولا واحد مريض يبدا مريض ما يعيطولوش فهمني اي حتى كان يقولوا له برا مش يخدم لايش تاع اربايت معناتها خدمه خفيفه ولكن ما نتاع سفايشتون دراجتون نتاع ساعتين ثلاث سوايع ولكن ما عادش يتبعوا معناتها حتى يموتوا هما يخلصوا فيها لين يموتوا ويخلصوا خويا السكنه ما يباتش لبرا لا ما يباتش لبرا باذن الله يكون هو معناتها ماهوش هكا المارك الشراب يخلصوا له كامله السكنه كامله يخلصوا له كل شيء خالص ما ذو شرب ريت كي تاخذ دار انت تاخذ دار تمشي لهم تقول لهم ما عنديش دار وتلقى دار تمشي تلقى تكري دار وتقول لهم انا لقيت دار باش نكريها الدار تكري دار هم يخلصوا لك الاثاث يخلصوا لك الاثاث نتاع دارك الكل ويجيبوا لك شو اسمه الكاميون هذيك تهز لك الدبش الشبرنت ايش سموها هي شو اسمه تاع تاع الميبل هذيك تاع الميبل شو يطولها تاع ديميناجمون فوالا يجوا يهزوا هيك يوصلوهم لك للدار وكلش كل شيء يعملوه سؤال اخر يعني مش غير فقط للالمان حتى لليزيدين المقيمين القانون هذا على الالمان والا على المهاجرين يطبق لا ريت انت تو انت مثلا تجي من الجزائر وتعمل في الجزائر فيزا ام بفرس على طول كل شيء تاخذه حقك كله تاخذه كل فونون كل الدار معناتها كل الحين كان عنده اقامه في المانيا مهاجر اي مهاجر مش لا متاع شهر شهرين لا يكون مقيم في المانيا مقيم عنده إقامة. مقيم عباره على الماني مقيم باش نفهموا برك اسكو كان فرق بين الماني يعاملوك مقيم يعاملوك انت مقيم في المانيا وما عندكش الباسبور الجنسيه الالمانيه مقيم وعندك الام بفرس هي معناتها فيزا على طول مقيم هذه سؤالي هذاك سؤالك خويا نجاوب لك عليه يعاملوك كيما يعاملوا واحد الماني لا هما تو والله هما يخدموا ولاد بلادهم خير منا احنا ولكن يخدموا ما يخلوكش خويا يخدموك يخلصوا لك دارك تخلص نفس القانون في نفس القانون ولا يطبق على الناس كل قانون كيف كل غني كل فقير كل رئيس كل وزير كل المواطن كله يطبق عليه القانون ما كيف خويا ما فماش هذه ما عندهمش التكبر فهمني مش كي بلادنا احنا خويا يخدم وزير تلقاه خشمه مطلعه للسماء وتلقاه يخدم منه لا تلقاه يخدم في البلديه فهمني ولا لا يخسر روحه من على شنو نسقسيك جماعه اللي عندها الاموال عن الناس اللي لابسها لها تلقاها مع الشعب نورمالي مع الشعب نورمال خويا يركب معك في الترونسبور نورمال احنا الوزير تلقاه على بسكليت على الفيلو خويا ويمشي للخدمه على الفيلو عادي خويا ويقول لك السلام عليكم تشونغون تاغ ونتا غوت مون غوت مون عادي ما عندهمش ويحكي معاك المحامي يحكي معاك الطبيب يحكي معاك ويضحك ويلعب معاك تدخل المجازان اخويا تلقاهم ما شاء الله ربي عطيهم الزين هم ما شاء الله شعرها اصفر وعينيها زرق فهمني ولا وتلقاه فهمني ولا تقول لك على السلامه تفضل مرحبا بك وتضحك وواحد وكل شيء احنا تدخل في بلاد تشوفها مكشبره تشوفها يا رسول الله كيفاش تخزر تقول انت قتلت لها امها وابوها اللطف فهمني خويا تدخل الطبيب السبيطار الفرمليه تبدا تتعامل فيك عباره على انت البيبي نتاعها فرمليات ما شاء الله عليهم انت قلت لك ربي عطاهم الزين واحد ولابس عليهم تلقاها تعامل فيك عباره على تعامل في البيبي نتاعها واكثر من البيبي نتاعها معناتها واحنا في بلادنا يحطوا لك زريقه اخويا قديمه ويقتلوك حاجه اخرى والاداره كتدخل على ورقه على كيفاش يتعاملوا معك كل شيء منظم نظام خويا ما غير ما كمل نحكي معك كل شيء منظم مش كيف في بلادنا خويا ندخل على ورقه يجي يقول لك اعطيني فهمني ولا من عايش عارف اعطيني 9 شهور و 3 شهور اعطيني اخويا تنقفيك خالي حالك كلهم سراق وكذاب حاجه المستاجر بلاد خمج كلها بلاد العرب حاجه الاسلام يا ربي سامحني كلها كي بعض ثم الاداره هنا امبيكابل تمشي كلش على الشعره غلطه لا ما كانش والله ما يغلطوش ما نكذبش عليك شوف تمشي لا تمشي كوراك تخدم معك كوراك باش تسرق وتخطف يحطوك في الحبس خويا بعد يروحوا بيك انت وزارك
كان عندك الزره مخلوك حطوك في الحبس وخلوك فهمني يعطوك المره الاولى فرصه عملت حاجه يعطوك فرصه وحاجه لانهم العنف ما يحبوش العنف لهنا لا لا خويا انت ما تعيش معاهم بالعنف تعيش عنف يا خويا عنف عنف لشكون العنف عنف للحيواناتك المفترسه خويا مش للبشر احنا في بلادنا وفي بلادكم وفي بلاد غير خويا عباد تعيش خوش عليها اللطف ما يعيش عباد حيوانات مفترسه تعيش في غابه يفكروني بالسيوده كيفاش يحصروا في الغزال هذه عباد خويا عباد الاسلام تلقاهم يسكروا ويسكروا في الشوارع ويتعدوا على العباد هذه عباد هذه ربي يمشي حاسبهم هذوكم يا ويلكم فهمني ولا اقول الحاكم سخسك على الحاكم الشرطي كي يحكم باغ اكزومبل واحد غلط اه سوا ما كانش تاع معرفه عندي معرفه ولا ما فماش خويا المعارف مستحيل هاي قول هاي احنا شغلنا عاد قول ونمشينا يما ظهر هاي روح امشي او مليح المشي قول على المعارف كي نحكي لا خويا فماش معارف المعارف ما فماش في المانيا غلطت واحد باغ اكزومبل يخلص هنا يغلط يخلص لا باس عليه يغلط يخلص الفقير يغلط يخلص كلها كي معرف والله كاين المعارف لا لا اسمعني هو لا معارف في حاجه من حاجه يكون الماني مع المانيا مع عظامته وماس مع الاخر لا لا شوف نقول لك حاجه اخوي عادل الملك غلط في هذيا سامحني شوف اقسم بالله بوليس بوليس شدوك مثلا زوز بوليس شوف سامحني كي يخدم مع خلي يكمل بالاخر بالاخر خلي يحكم خلي يشد زوز بوليسيه بشر شوف خويا بشر ولكن شوف يخدموا كثير شوف في بلادنا نحكي اون جينيرال على 1% هنا يا نحكي اون جينيرال هنا شوف انا نقول لك البوليسيه مثلا يوقفها شوف يوقفك بوليس انت يوقفك بوليس انت في حارق الضوء الاحمر في المخزن سالاتك ما خليناش نحكوا كما ليش يكملوا خويا الفيديو فيديو قريب يكمل قريب يكمل السيد الفيديو السيد المغربي هذا يا خويا المغربي هذا ما خليناش اه النبي خلينا منه هيا احكي احكي هيا فيديو على المباشر فهمتني خويا في المانيا البوليس البوليس كي يشد واحد حارق الضوء باه يعملوا الخطيه نتاعو خويا ما يسيبوش يخطيه ويعملوا نقطه وكل شيء حاسيلو ما نفسر لك شرب الالمان فهمني ولكن اذا كان تقول له انت هاي الرشوه تعطيه فلوس تقول له هاي من عندي انا 300 يورو مثلا وسيب 100 ولا حاجه ما يخويش عليك يزيد يخطيك فهمني اه يزيد يخطيك على الرشوه والا كان هو معناتها في صوره ما يغلط هو شوف اروح في ساعه الو شوف تبيع في الوحده شوف ارواح ارواح ها فهمت خويا غالي واذا كان حصل البوليس غلط وخذ عليك في صوره ما ياخذ عليك فلوس البوليس اللي يخدم معاه هو اللي يشكي به ويحطه في الحبس شوف ويخرجوه هو على المشاريع تاع التهيئه تاع الطرقات وتاع الدنيا عنضافها لا لا زي ما يحمو ربما يعيش توفيق سايب علينا من الاكراد سايب علينا من الاكراد ارواح شويه كتاب لا دام في حرب وهم جايين يرقصوا والله والله كملوا كمية مرادة أونيفول مشاريع لهنا في الأرض هنا الطرقات شكرا بجزائر الجزائر ها ها مغاربة هاي بسلامة احكي احكي نعم ما هم عارف تتفيت على بالك لازم ندير ديريكت مع عليه شيء من لابولون لهنا شكون تاع لابولون هذوما زكي كمل في ساعة دقيقة على المشاريع اللي تاع خويا خويا سايب علينا من المشاريع مهما كانت مهما كانت خويا احنا مسلمين وان شاء الله ربي يهدينا ولكن هما خويا متقدمين علينا برشا خويا 3000 سنة والسلام عليكم كملوا بركة هاي سي بون هاي السلام عليكم هاي 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 وين البسكويت تاعك؟
طب انا بعتوك الفيديو تفرج عليه، قول لي اسره شو الاجواء فيها نوفا لا تشبع ضحك، تقول لي وبعت لي شنو الزيت اللي تغير، تبعت لي كلش تبعت لك وتبعت وتعمل جو سهله. خلي مش دورك احسن انت اللي شارجيه تتفرج يا جماعه في تونس. انا صورت اني رحت باب البحر قدا تونس باب البحر شفتها انا بس قلنا لا خير بركه باش في الصيف لسال ربي نروحوا نحوسوا في الاخرى وش اسمه وين صاحبك تاع المونستير والرجال كانوا تما بلايص الله يبارك. تونس مونستير ملاح عجبتني المونستير انا مونستير خير مسوس مونستير نظيف وصغيره به انا من الصغيره هي نابل كنت تاع الفاميلا نابل وبنزر لا الحمامات خير مسوس انا عجبتني المونستير حمامات مشيت لها رحت لها حمامات سوسه دار العالم كامل انا ندور نصوره نقول لك اسم الجماعه تاع السنكلو دار العالم كامل على النبي والله وي شكون هذا شكون سلحف شو سلحف هذا ما درتيش قدو معروف لا نورمال ربي سهل انا كومونتير ويكتبوا لك الجماعه شكون هو ربي سهل يروح وين يروح انه عادي نصور البلاصه انا شوف البلاصه اللي نروح لها نصورها ابي بني تقريبا هذيك جاتني اوكازيون نروح للهند نصور الهند بدي جات هاني في هانوفر صورت هانوفر غدوه صدي باوين وهي رايحه اخي هكذا يجي ولا يا سوريش يا والله العظيم نبقاو نخلطوا حنا في الهضره وباش نقولوا اني خير انا خير من الاخر انا اخوك بسيط فيديو في يدي راك في عنابه راك في هانوفر هاي زيد راك في الحجار راك في شبيطه نورمال راك في الصناطيبه راك في الدرعان ايوه راح المشكل راك في لمبيا راك في لاكولون راك في راك في بلاص دار راك في بيمارس راك في بلاص دار الارض ربي سبحانه راك تشوف فرق تاع راك في المانيا ولا نطلعوا في واحد ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش ما أنا ما نصورش روحي راه. آه نورمال راح تضرب بعد. تقسم معاهم بعد. لا نقسم معايا يقسم معايا. 100 جيجا 33 شو اسمع بلاد الانترنت على بالك الألمان شوف على بالك 100 جيجا ب 29 أورو 30 أورو. اسمع على بالك تحط فيديو تيليشارجي 10 دقائق تيليشارج 4 جيجا في البلاد نقعد معاه نهار كامل باش يعدي. في الدار. ركبها الحاج اضحكوا شويه الالمان اضحكوا هلو يا زكي يا هتلك اضحكوا شويه يا زكي شبيكم بردين القلب امس الخير الحاجة هيا هيا قول له قلت انطاق يلا طاق ابني طاق يا منطاق يا دخلها في الماء يا يروحوا منا والمدينة يهديكم ربي وين المدينة هنا في المدينة وينها وين هنا روحوا في المدينة انا ما نشدوش اسدون Was ist los? Was ja, der Rabbi ist ja. Ja, die Frauen sind so, wir machen. Was geht, was geht? Was geht? مخلق الله مساكن الله. وش قال؟ طيح. يا ودي وين رايح من هنا المراد انت جرت منا رايح هكا اخوي هامبورغ هاي عندك الفيديو ما بولح هذاك اللي قلت بروح في
هادي شوف شوف ليش قال تفرجتها من كل شو ما قلت شو ما شو ما قلت هضر معك لهنا ما يهضر معك ولا بصح توفيق اخويا كل واحد و... انا رمضان ما قلت والو شوف حبي يتصور واحد عنده من الحمد لله طول ياسين اه صاي قريب نكمل باش يقفل هذاك الزملين قد قد زوز 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 طواز النهندر طحال قال يعرف تما البريد شوف شوف السياره على بالو جميل والله في الفيديو هاي الله مبارك ها هذه هانوفر هاش تفاي مالها خمس مرات ها ها وش هذه الحكايه تاعها هذه هذه نروحوا من هنا انا نقول هانوفر نروحوا منا مراد اخويا انت من انت منو قصها انت الشخشوخه هذيك اللي بناها وده وش الموني مو هذا وش هذا وش هذا قديم هذا عادل وش هذا وش هذا الموني مو هذا يروح اقرا عليها وش اعتقل هذا كيف الظلمه ما كاين وين تقسي فيا انا نشوف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كملوها بالقران هاي معليش احكي بالقران سمعنا من الايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اجري ودي اخضر اجري هذا قبل خليه يحب سب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كملنا صايك دقيقه وقت آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته فاسنح على الذين من قبلنا ربنا ولا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم آمين ربي يدومها ان شاء الله قد يصيبنا كل وربي ان شاء الله يخفف غربه الناس اللهم امين حاجه برشا اخ يخفف غربه الناس يا رب خويا اسمح بتهم